السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زال الباب يتكلم عن مواقيت الصلاة، ونحن في نهاية باب المواقيت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أي ضعف رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وذهب البيهقي رحمه الله إلى تصحيح وقفه، يعني قال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، أي أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ختم الشيخ الألباني بحثه عن تصحيح الحديث في السلسلة الضعيفة، عن تضعيف الحديث في السلسلة الضعيفة، قائلا: والخلاصة أن الحديث ضعيف المبنى صحيح المعنى. والخلاصة أن الحديث حديث ابن عمر ضعيف المبنى، يعني من ناحية الإسناد ضعيف، صحيح المعنى أي أن معناه صحيح. ولما قال البيهقي أن الصحيح منه موقوف على ابن عمر، قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال: والبحث، يعني في هذا الحديث، لغوي يرجع فيه إلى أهل اللغة، وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب، فكلامه فيه حجة وإن كان موقوفا عليه، يعني كأنه يعلق على كلامه البيهقي، لأنه البيهقي قال الصحيح إنه موقوف على ابن عمر. فالصنعاني تبع هذا الكلام وقال: البحث لغوي، لأن الحديث يتكلم عن معنى الشفق، يتكلم عن معنى الشفق، معنى الشفق من ناحية لغوية، فعرف حديث ابن عمر الشفق بأنه هو الحمرة التي تكون في الأفق، فكأن الحديث تعريف لغوي لمعنى الشفق. ولهذا قال الصنعاني: والبحث فيه لغوي، والمرجع فيه لأهل اللغة
وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب. ومعنى قح العرب كما قال ابن منظور في لسان العرب أي خلاصة العرب، قح العرب يعني خلاصة العرب. فكلام ابن عمر فيه حجة وإن كان موقوفا عليه. عشان كده الشيخ الألباني قال صحيح شنو المعنى وضعيف المبنى. فالمعنى بتاع الحديث صحيح إنه الشفق هو شنو يا جماعة؟ هو الحمرة. وتكلمنا إنه الشفق ينقسم إلى قسمين، شفق أبيض وهو الذي يلي الشمس حينما تغرب، أو حينما تغرب الذي يكون ملاصقا للشمس، هذا الضوء الأبيض عند الغروب هو الشفق الأبيض. والثاني هو الشفق الأحمر وهو الذي يكون أعلى من الشفق الأبيض إلى جهة المشرق، يعني يكون طالع لفوق ماشي لفوق الأحمر. والمقصود هنا الشفق الأحمر لأنه قال الشفق الحمرة. ولهذا عرف العلماء قالوا الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس ويمتد إلى العتمة أو إلى ظلمة الليل أو إلى قرب العتمة. عشان كده ابن عمر قال الشفق الحمرة. والحديث هذا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن وقت صلاة المغرب، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقت المغرب عندما تثور الشمس عندما تثور الشمس ما لم يغب الشفق، أو عندما تثور يثور الشفق. وثور الشفق هو انتشار الحمرة وهي الشفق الأحمر. فوقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس إلى ذهاب ثور شنو يا جماعة؟ الشفق، يعني الحمرة بتاعت الشفق أي الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر وانتهى دخل وقت العشاء. وقلنا المعتبر في وقت في خروج وقت المغرب ذهاب الشفق الأحمر ولا الأبيض؟ الأحمر. عشان كده بعض العلماء قالوا الحديث ده لو كان جابوا في أول باب المواقيت كان أنسب، لأنه بيتكلم عن شنو يا جماعة؟ وقت صلاة المغرب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا، وللحاكم وصححه وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام الفجر فجران. نحن عرفنا إنه الصلوات معروفة عندكم خمسة، أولها صلاة الفجر في أول اليوم، وتدخل صلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. فهنا في حديث ابن عباس يقسم النبي عليه الصلاة والسلام الفجر إلى نوعين، قال الفجر فجران، الأول فجر يحرم الطعام
أي على الصائم يعني. فجر يحرم الطعام يعني على شنو؟ الصائم. وتحل فيه الصلاة أي صلاة الفجر. إذن الفجر الأول في الحديث هو الفجر الصادق أو الكاذب؟ الصادق، لأن الفجر الصادق وهو الثاني تحل فيه الصلاة صلاة الفجر، وتحرم فيه يحرم فيه الطعام على الصائم. قال: وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، لأنه لو ما عرف بصلاة الصبح كان يكون إشكال. قال: وفجر تحرم فيه الصلاة، يعني ما يجوز تصلي فيه صلاة الصبح، ليلة فجر الفجر الكاذب وهو الأول. قال: ويحل فيه الطعام أي لمنو يا جماعة؟ للصائم. يبقى الفجر في الحديث الذي ذكر متأخرا هو الفجر الأول، هو الفجر الأول. إذن في هذا الحديث فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الفجرين، وأيضا عرف كل فجر منهما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيرا في لحومه، أنه يذهب مستطيرا في لحومه، وفي الآخر إنه كذب السرحان. وفي رواية الحاكم عرف وبين بعض الفروقات بين الفجرين. قال: في الذي يحرم الطعام، يعني هذا فجر الثاني الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم وهو الفجر الثاني، قال: إنه يذهب مستطيلا في الأفق. إذن الفجر الثاني اللي هو الصادق بيكون ما بين المشرق، عفوا ما بين الشمال والجنوب، مستطيل ما بين الشمال وشنو يا جماعة؟ الجنوب. ده الفجر الثاني الصادق. أما الفجر الأول وهو الكاذب قال: إنه كذنب السرحان. السرحان على وزن فعلان بكسر السين المشددة، والسرحان هو الذئب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: والذئب إذا سار أو ركض رفع ذيله وذنبه إلى الأعلى، وذنبه مخلوط بين البياض والسواد. قال: وكذا الفجر الأول الكاذب يكون أفقيا إلى أعلى كذنب السرحان كذنب الذئب، ويكون مخلوطا بين البياض والسواد كذنب السرحان برضو، يعني يشبه ذنب السرحان في مسألتين. الفجر الكاذب الأول فإنه بيكون شنو؟ لفوق، عكس الفجر الصادق بيكون شنو؟ من الشمال للجنوب، بيكون مستطيل في الأفق كده يعني، ده مستطيل. أما الفجر الأول وهو الكاذب بيكون لشنو؟ لفوق زي ذنب السرحان الذيب، ويكون مخلوط بياض وسواد. الشيخ ابن عثيمين ذكر الفروقات في شرحه وفي عدة مواضع من كتبه بين الفجرين، وأنا ذكرتها قبل كده. مين يورينا لها الفروقات بين الفجرين الصادق والكاذب؟ ويستحق مجلد، لكن اذكره كله، لو نقص واحد ما في مجلد. أيوة أحمد. نعم. الفجر الصادق بيكون مستطيل في الأفق، يعني من الشمال لشنو كده، يعني من الشمال للجنوب كده، ده الصادق اللي هو الثاني. أها. يكون رأسي لفوق يعني، عكس الأول بيكون أفقي الصادق، والكاذب بيكون شنو؟ لفوق كذنب السرحان. يا تودا كويس. أها. والصادق والصادق والصادق. أها. امشي قدام.
المجلد ما بتقسم. أيوة نعم. الصادق بعده يأتي ضياء، لأنه أصلا ماشي للنهار. والكاذب، والكاذب بعده تأتي ظلمة مرة أخرى. قبل هو مخلوط بياض وسواد، لكن تاني يرجع يبقى شنو؟ ظلام. وقالوا بيناتهم، السعدي قال بيناتهم زي ساعة كده. أيوة أنت قلت واحد، قلت إضافة إلى ذاك، جبت واحد. أنا كان بعد تتمم بقول لك أرجع أقول ديك. أها أيوة أيوة يا أستاذ، أستاذ أمجد. لا ما درينا الفرق في الأحكام، الفرق بيناتهم من حيث الشكل والمنظر. أيوة أنتوا الليلة كان في امتحان برضو؟ ما في؟ في ولا ما في؟ أها أيوة يكون واضحا. دي ما قلناها والله، هما الاثنين واضحات. لا بدليل انه قال لك ذاك في ابيض واسود، معناته يبقى واضح برضه. ايوه اسمع ايوه طيب 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 كده ذكرت فرقين فرقين كويس. ايوه نعم نعم ايوه كويس طيب أصفر ده في الغروب بعدين. أنت كلامك كله صح لكن أصفر دي لا نحوها غلط كله، لكن الفرقين الأوائل صحيحات. أيوة الفروقات الأوائل اللي ذكرتها دي كلها صحيحة، إنه الفجر الصادق يكون شنو؟ أفقيا مستطيلا في الأفق، بينما الفجر الكاذب يكون شنو؟ رأسي. ده كده الفرق الواحد، الفرق الأول بيناته وذكرتوه. الفرق الثاني إنه الفجر الكاذب اللي هو الأول يأتي بعده شنو؟ ظلمة، بينما الفجر الصادق اللي هو الثاني يأتي بعده شنو؟ ضياء. أيوة أها نعم أيوة الكاذب يكون أو يكون أولا والصادق يكون شنو؟ ثانيا ها؟ كويس. أنتم المشكلة واحدين جابوا اثنين واحدين جابوا واحد، الكتاب ما بيتجزأ. وإذا جمعنا الإجابات بتكون صحيحة كلها، لكن ما في زول جاب الثلاثة كاملة، عبد الروف جاب الثالث، واحدين جابوا الاثنين الأوائل، أيوه. لا هو الإجابات دي صحيحة كده مكتملة، دي ثلاثة فروقات صحيحة ذكر الشيخ ابن عثيمين، لكن ما بزول اللي ذكر الثلاثة مع بعض، في ناس ذكروا اثنين وشيخ عبد الروف ذكر واحد بقى الثلاثة، الكتاب يرجع. طيب إذا في رواية الحاكم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فروقات بين الفجرين وما ترك الأمر لاجتهاد الناس، لأن هذه الفروقات يتعلق بها صحة العبادة المقامة في ذلك الوقت، لأنه لو ما صليت في الفجر الصادق صلاة الصبح يبقى صلاتك شنو؟ باطلة. فلذلك ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وحيا من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم أحسن الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. حديث ابن مسعود صحيح، صححه الشيخ الألباني وأصله بالصحيحين، لكن في الصحيحين جاء برواية أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وجاءت رواية في البخاري الصلاة في أول وقتها، لكن الرواية التي اتفق عليها الشيخان الصلاة على وقتها. أما هذه الرواية أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها فقد رواها الترمذي والحاكم وصححه وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى. يتكلم هذا الحديث عن أفضلية الصلاة في أول الوقت، وعلمنا أن كل صلاة من الصلوات الخمسة لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وأن كل صلاة من الصلوات الخمسة في وقتها هناك أول الوقت وهناك آخر الوقت، وآخر الوقت ينتهي إدراك الصلاة فيه بإدراك ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها كما قال الشيخ ابن عثيمين. فإذا أدرك الإنسان الصلاة في آخر وقتها بحيث أنه صلى ركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجدتيها ولو كانت ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة قضاء ولا أذان؟ أذان، أذان، أدركها أذان يعني في وقتها. فهذا الحديث يدل على أفضلية الصلاة في أول الوقت لا في آخر الوقت، يعني وقت الظهر واحد صلى في أول الوقت واحد صلى في آخر الوقت، أيهما أعظم أجراً؟ الذي يصلى في أول الوقت. فيتكلم هذا الحديث عن هذه المسألة. لكن قال العلماء من الصلوات الخمسة ما يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها، كصلاة العشاء النبي عليه الصلاة والسلام أخر لحد ما أن بعض الصبيان والنساء ناموا قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وكذلك صلاة الظهر لكن ما في أي حالة، في حالة شدة الحر الإبراد بها أي تأخيرها إلى آخر وقتها. وجاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافراً فقام بلال ليؤذن بالظهر فقال أبرد، ثم ساروا فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، إلى الثالثة أو الرابعة قال الراوي حتى رأينا فيء التلول فقام فأذن فصلينا الظهر. وفيء التلول، التل تلول جمع تل، والتل هو الكوم من الرمل وليس الجبل، هو الكوم من شنو؟ الرمل، ده التل، واحدة تل واحدتها تل وجمعها تلول بالضمتين تلول. والفيء هو الظل الذي يأتي بعد زوال الشمس خاصة، أما الظل الذي يأتي قبل الزوال وبعد الزوال فهذا هو الظل. فالفيء ظل خاص بما بعد شنو؟ الزوال. فقال أخرها أي صلاة الظهر حتى رأينا فيء شنو؟ التلول. والتل قلنا كوم بتاع رملة، ما الجبل العالي ذاك، كوم رملة عالي شوية لكن ما بعلو الجبل، أقل من الجبل كثير، بيشوفوا دائما أنت ماشي على شارع الشمالية أو على كردفان بتلقى أكوام بتاع رملة كده ضخمة، أنتوا بيسموها طيب جوز مش كده؟ فالجوز بتاع الرملة ده اللي هو التل ما عالي شديد، العالي ظله بيظهر سريع وبيكون ظاهر واضح لأنه عالي، بالتالي ظله بيكون كبير بيكون ظاهر. أما التل ده بتاع الرملة بيكون أقل كتير بس فوق الواطي كده شوية، ده إذا عمل ظله شفناه معناته الوقت اتأخر شديد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اليوم ده أخر الصلاة شنو؟ بتاعت الظهر شديد، قال حتى رأينا فيء التلول لكن بحيث أنه ما دخل وقت العصر. طيب
ففي وقت صلاة العشاء يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت، وقت الظهر يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت لكن في شدة الحر، أما إذا ما في حر شديد الأولى تصلى الظهر في أول الوقت. طيب هنا قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، هل في تعارض بين هذا الحديث في أول وقتها وبين تأخير صلاة العشاء لآخر وقتها والظهر في حالة شدة الحر؟ طيب الظهر في شدة الحر ده كيف؟ العلماء جمعوا بين الأحاديث بعدة أقوال. القول الأول قالوا أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، هذا عام، وتأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها والظهر في حالة شدة الحر إلى آخر وقتها هذا خاص، فلا تعارض بين العام والخاص لإمكان الجمع بينهما. بقول لك ده حديث عام وده حديث خاص، خصص العام إذا زال التعارض، لأنه يقال أفضل الأعمال الصلاة على وقت حديث عام لكنه مخصوص بشنو؟ بتأخير العشاء في حالة عدم المشقة وتأخير الظهر في حالة شدة شنو؟ الحر، فوفقوا بين الأحاديث وأزالوا التعارض. القول الثاني قالوا أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها تشرعها رواية الصحيحين التي أشار إليها الحافظ في قوله وأصله في الصحيحين، وقلنا رواية الصحيحين بتقول شنو؟ أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، على وقتها، فإذا تأخير العشاء إلى آخر وقتها على وقتها، وتأخير الظهر في حال شدة الحر على شنو؟ على وقتها. قال فزال الإشكال، وكلا الأقوال صحيحة ولا تعارض بينها والله أعلم. في هذا الحديث أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، هناك حديث ظاهرها ربما يتبادر إلى الأذهان المعارضة لظاهر هذا الحديث، ما هي تلك الأحاديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصدقة، وهنا قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قالوا أما حديث أفضل الأعمال إيمان أو الإيمان بالله يتكلم عن أفضل الأعمال الباطنية القلبية، أما هذه الأحاديث كهذا الحديث أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها الصدقة الجهاد في سبيل الله يتكلم عن الأعمال البدنية الظاهرة، فلا تعارض بينها جميعا وبين حديث أفضل الأعمال الإيمان بالله، لأن الإيمان عمل قلبي، أما الصلاة والجهاد والصدقة أعمال شنو؟ ظاهرية، فما في تعارض. التوفيق أن أفضل الأعمال القلبية الإيمان بالله، أما أفضل الأعمال البدنية الظاهرة الجهاد والصدقة والصلاة على أول وقتها، في أول وقتها. طيب كيف قالوا التوفيق بين، عرفنا الإيمان بالله ده عرفناه عمل قلبي، طيب التوفيق بين أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها وأفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال الصدقة؟ قالوا عدة أقوال، منها أن هناك حرف من مضمر فيكون المعنى من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، من أفضل الأعمال الصدقة. القول الثاني في التوفيق بين هذه الحديث قالوا كان هذا التنوع في الجواب عن السؤال
بأفضل الأعمال من عن السؤال بأفضل الأعمال من السائلين، كان هذا التنوع من الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام بحسب معرفته بحال السائل في كل سؤال. ففي رجل بيجي قوي والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يصلح في الجهاد، فلما يسأل عن أفضل الأعمال أي بالنسبة له ولأمثاله يقول له أفضل الأعمال عند الله الجهاد، يعني للزيداء. وحينما يأتي رجل يسأل عن أفضل الأعمال ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه غني عنده أموال فيقول له أفضل الأعمال الصدقة، وكذلك العابد يقول له أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها وهكذا. وده فيه فائدة يا جماعة، إنك داعية تعرف أحوال الناس، ما تشيل ساكت، تعرف أحوال الناس، معرفتك لأحوال الناس بتقدر تتعامل معهم. وكنت بحكي لبعض إخواننا مبارح أو أول مبارح، قال عنده عمه عنده مال كثير والحزبين بيجوه وقعدوا له في المحل في الشركة ولا ما بعرفه محل العمل يشيلوا منه قروش وجننوا جن، وعمه ده يعني شبه عامي. قلت له ده ما ينفع تقول له، قال البربهاري ما بيفهم لك كلام ده. وحكيت لي قصة، قلت له لقيت واحد زي ده فيه خير، هنا بيزوهم درمان شيوخ الحزبين بيجورك دي اللي في الدكان من الصباح للنهار للعصر لما نقفل يشيلوا منه حاجاتهم يفوتوا، ثاني يجي بكره الشيخ الفلاني عمه مقلوزه يشيل قروش يفوت. لقيت انا الزول ده ذاته التاجر ده، قلت له اسالك بالله الذي لا اله الا هو تجاوبني على السؤال ده، وانا ده مرقو من الحزبين انا شايف فيه خير. قلت له الجواب ده ما بسجله ولا بجيب اسمك في محاضره ولا ايش، بس اسالك بالله الذي لا اله الا هو تجاوبني على سؤال. قال لي تفضل. قلت له شيوخ الحزبين ديل فلان وعلان معروفين عندكم بيجوك هنا بيسوقهم درمان يبطحوا لك في الدكان، انت قاعد تحفظهم صحيح البخاري تحفظهم؟ قام ضحك قال لي لا والله ما حافظ في اي حاجه. قلت له طيب بيجوا ليه؟ قال ليش انا القروش؟ قلت له خلاص تعالى انا ما اذكر لك اخطائهم ولا ضلالاتهم، تعرف انه الناس الناس رمتاله وناس شحاتين وناس مجارمة. بقى يضحك. فتعرف حال الناس، ما اي زول انت بتديه وقال فلان ومجموع الفتاوى وكذا وبيان تلبيس الجهميه من هذا الكلام ده ما فاهم منه وين ذات، بتعرف تخش لهم من وين. ثم معرفه احوال الناس واحوال اهل الدعوه الدار تدعوهم انت، معرفه احوالهم بيخليك تدي كل زول منزلته وقدره. لا يمكن يا جماعه الزول الكبير تقعد تقول له فهمت ولا عاطل ولا كده، زول كبير قدر جدك ولا قدر ابوك ذاته، بلدي ابوك فلازم تحترمه يا خال يا عم كده وتنصحه. النبي عليه الصلاه والسلام دخل على المشرك عمه ابي طالب فقال يا عماه ان اعظم الناس عندي يدا انت واكثرهم علي فضلا. شوف المقدمة بعد ما قال يا عمة قل لا إله إلا الله كلمة وحج لا كبير عند الله. ودخل على المشرك الثاني وهو كان مريض مرض شديد قال له يا خالي قل لا إله إلا الله. فلما تعرف أقدار الناس وتنزلهم منازلهم وتحترمهم بتقدر تنشر الدعوة في المجتمع أكثر مما هي منشورة الآن. الأسلوب بتاع عمك ذاك الدجال ده ما عنده علاقة بالإسلام، الأسلوب ده ما عنده علاقة بالدين، ده أسلوب ناجره من راسه. أي زول عنده راسب من هذه الرواسب ينفضه ويفوت، لأنه ده ما عنده علاقة بالدين أبدا. زول يأصل لقلة الأدب والبزاءة اللسان ويأصل للتفاف. قال ابن عباس قال أفل لكم، هذا أنت قاعد تقول أفل كذاب. وابن عباس قال أفل ده ذاته مرة واحدة، انت بتقولها في المحاضرة أكثر من 500 مرة، محاضرة الواحدة بس كربون لما عمل كربون. ده ابن عباس كان بيسوي كده يا كذاب. فبيأصل للباطل وللأسلوب الفاحش البذيء، وده مذموم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت قرآن الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله فليختاره الغني بسند ضعيف جدا. حديث أبي محذورة، واسمه الحقيقي السمرة ابن معين، وقيل أوس، قيل سمرة وقيل أوس، سمرة ابن معين، وأسلم عام الفتح كما قال الصنعاني، وبقي في مكة مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات بها سنة 59 للهجرة، ويكنى بأبي محذورة وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال أيضا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث ضعيف، قال بسند ضعيف جدا. طيب عرفنا أنه ضعيف، ليه الحافظ ابن حجر جابه وقال لك هو ضعيف جدا؟ وعرفه ضعيف، قيل ليبين ضعفه، وده قول الشيخ ابن عثيمين، لكي لا يغتر به من قرأ في سنن الدارقطني فوجد هذا الحديث فيظنه صحيحا، لذلك أتى به الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب وفي هذا الباب بمناسبته ليبين لنا فائدة، وهي أن هذا الحديث ضعيف. وقيل كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أتى به الحافظ ابن حجر وهو يعلم ضعفه وقد بينه، لكنه أتى به هنا لأن له شاهد في الحديث الذي قبله، وهو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وحديث أبي محذورة أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، فدل على أن أول الوقت أفضل من أوسطه ومن آخره، فوافق المعنى معنى حديث ابن مسعود أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، قال لأنه الحديث الأول الصحيح عن ابن مسعود شاهد لهذا الحديث. نعم. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا، يعني أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، لكن ما فيه شنو؟ وأوسطه رحمة الله، قال لي عند الترمذي ما في الكلمة دي، لكن برضو ضعيف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وجوه خمسة في النسائية وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر، ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص. هذه الروايات الثلاثة كلها صحيحة، رواية الخمسة إلى النسائي ورواية عبد الرزاق ورواية الدارقطني عن عمرو بن العاص كلها صحيحة، صححها الشيخ الألباني، تتكلم عن النهي السادس أو النهي عن وقت سادس لأداء صلاة النافلة. وقت سادس كيف؟ الخمسة وينها؟ المجلد الثاني رجع الكتاب الخمسة يا عجب بعد العصر، مجلد كبير بعد العصر. أيوة. بعد العصر حتى الغروب. أيوة. بعد الفجر حتى الشروق. حين تطلع الشمس كده كم؟ ثلاثة. تغرب الشمس أربعة. حينما يقوم قائم الظهيرة خمسة. استحق الكتاب المجلد. طيب الوقت السادس المنهي فيه عن صلاة النافلة زي ده الخمسة الذكر وأبو همام، السادس شنو؟ السادس مما يطلع الفجر، يا تفجر الصادق الذي كذنب السرحان كده صحيح؟ لا لا، العكس الثاني يكون مستطيل في الأفق. حينما يطلع الفجر الثاني اللي هو الصادق إلى إقامة صلاة الفجر
هنا منهي عن النافلة أيضا إلا ركعتي شنو؟ الفجر اللي هي الرغيبة. عشان كده بعض العلماء قالوا ده الوقت السادس للنهي عن صلاة النافلة زيادة على الأوقات شنو؟ الخمسة المذكورة. العلماء قالوا لكن كان برضو الحافظ ابن حجر يذكر هذه الروايات الثلاث في أول شنو؟ باب المواقيت، لما ذكر في عفوا يذكر هذه الروايات الثلاث في الأوقات في الأحاديث التي ذكر فيها النهي عن صلاة النافلة في تلك الأوقات الخمسة. طيب، قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. لا صلاة لا نافية بمعنى النهي وتدل على البطلان، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد. إذن لا صلاة يعني اللي بيصلي نافلة في الوقت ذاك ارتكب إثم لأنه نهي محرم، واحد. وصلاة باطلة لا تقبل لأن النهي يقتضي الفساد، والنهي يعني التأثيم محرم يعني. قال بعد الفجر، المقصود بالنهي عن صلاة النافلة بعد الفجر أي صلاة الفجر، ولا بعد الفجر أي طلوع الفجر؟ طلوع الفجر. عشان كده الحافظ ابن حجر قال وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر. إذن النهي يبدأ من طلوع شنو يا جماعة؟ الفجر إلى صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى شنو؟ صلاة الفجر، يعني كأنهم بين الأذان الثاني وشنو يا جماعة؟ والإقامة. هنا ما يجوز يتنفل، وذكرنا الخلاف والراجح لو تذكروا مرة فاتروا أدلة في هذه المسألة. ما يجوز يتنفل إلا سجدتي الفجر، يعني إلا الرغيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان وتره ينتهي عند شنو يا جماعة؟ عند السحر، فما كان بيتنفل ثاني إلا ركعتي الفجر إلا الرغيبة. نعم. تحية المسجد خاصة بالمسجد وهي من الصلوات السببية، والصلاة السببية ذكرنا الخلاف فيها والراجح إنها تصلى حتى في أوقات شنو؟ النهي، فديه ما محسوب معنا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر حين دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر وصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، أخرجه أحمد. ولا بدود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى. قبل ما نمشي لآخر حديث، حديث أم سلمة في الباب هو آخر حديث، ما يتعلق بصلاة الفجر تكلمنا عن النهي عن التنفل من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر إلا سجدتي الرغيبة. في أمر منهي بيتعلق بصلاة الفجر وهو بدعة بيعملوا الناس الليلة في المساجد، وهو القنوت. جيت مساجد كثيرة أول ما يصلي الركعة الثانية قبل ما يركع تلقيه همهم هم 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 ويجيب مسافة بعد ذاك يركع. هذا الأمر يا جماعة بدعة محدثة. هم بيستدلوا بحديث أنس رواه الحاكم، أنا ذكرت تأصيل لكن كان في الحزب المرسل ذاك عمل لنا جوطة والكلام ما كان اتضح للناس. فالحاصل أنه بيستدلوا بحديث أنس الذي رواه الحاكم قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث ضعيف كما قال ابن القيم رحمه الله، واحد. وقال الشيخ الألباني هذا الحديث ضعيف لأن في روايته أبا حمزة الرازي وهو عيسى ابن ماهان، قال وقد ضعفه العلماء. يبقى الحديث ده ماله البسدلوبة والصوفية ده ضعيف على القنوط في صلاة الفجر، ده واحد. لكن عكسه حديث من رواية أنس نفسه رواه ابن خزيمة وهو صحيح يرد على هذه البدعة، بدعة قنوط الفجر. قال أنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم،
فده يدل انه ما في قنوط كان شنو دائم، لا في الفجر ولا في العشاء ولا في الظهر ولا في المغرب ولا في العصر، لانه قال لك ما كان بيقنط، ده الاصل. الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم، يبقى القنوط ما كان مستمر، يبقى ده دليل على انه القنوط المستمر الصبح ده بدعه. ومما يدل على ان القنوط المستمر في الفجر بدعه احاديث، منها ما رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي، وهو في ارواء الغليل ايضا، من روايه ابي مالك الاشجعي وليس الاشعري، لانه في ابو مالك الاشعري وفي ابو مالك الاشجعي، وابو مالك الاشجعي هو سعد بن طارق بن اشيم، قال سالت ابي فقلت يا ابي او يا ابتي قد صليت خلف رسول الله، يتكلم مع ابوه اللي هو طارق بن اشيم، قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي بمسجد الكوفه، والمقصود بمسجد الكوفه علي، لانه هو صلى في مسجد الكوفه علي بن ابي طالب، وصلى وراءه طارق بن اشيم، وصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان في المدينه هناك. أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ شوف السؤال ده كيف؟ حديث عند الترمذي برقم 402 ورواه الغرير رقم 435، وكذلك موجود في سنن ابن ماجه وسنن النسائي، سنن النسائي رقم 1080 وسنن ابن ماجه رقم 1241، وصحه الألباني في جميع هذه الكتب اللي ذكرت عليه. قال له صليت خلف الرسول وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، علي في الكوفه كمان صليت وراه، اكانوا يقنطون في صلاه الفجر؟ قال اي بني انما هو محدث. دي روايه في رواه الغليل وروايه الترمذي وروايه النسائي. اما روايه ابن ماجه قال طارق بن أشيم صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصليت خلف أبي بكر وصليت خلف عمر وعثمان وعلي فما كانوا يقنطون أي في الفجر، يا بني إنما هي بدعة، وصححها الألباني. يبقى تاني في كلام يا جماعة؟ قال لك الرسول صليت وراه ما كان بيقنط، دي بدعة، وبكر وعمر وعثمان وعلي، هنا قال محدث وهنا قال بدعة، ولهذا علق الترمذي على هذا الأثر قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وبه قال عبد الله بن المبارك لم يرى القنوط في الفجر، وأكثر أهل العلم قالوا هذا، حتى سفيان الثوري قال إذا قنت في الفجر فحسن وإذا ترك القنوط في الفجر فحسن. قال الترمذي ورجع إلى ترك القنوط، يعني ده حتى اللي قال ممكن تقنط وما ممكن تقنط سفيان الثوري، الترمذي قال لك في النهاية رجع شنو؟ إنك شنو؟ تترك القنوط. فما في قنوط في الفجر دائم، إنما القنوط يا جماعة في النوازل فقط، ومن أطول المدد القنت فيها النبي عليه الصلاة والسلام شهر، لما دعا على المشركين بأسمائهم، ولما انقنت شهر ربنا شنو؟ وقف، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ربنا وقفوا نهوا. أكثر مدة قنت فيها شهر، ده اللي بيقنط الإمام يكون 20 سنة مسلط على المصلاية بتاعت الجامع، 20 سنة يقنط، والله ده ما عنده علاقة بالدين. والقنوط ذاته منو قال لك سر؟ منو قال لك سر؟ ابن عثيمين قال في الصلوات الجهرية جهر وفي السرية سر. انت ده على قول ابن عثيمين رحمه الله، انت في الجهرية الصبح صلاة الفجر تقنط سر؟ وشو شو شو قاعد تقول شنو انت؟ ده ما عنده اي علاقة بالدين. اما حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر
ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، يعني بعد صلاة شنو يا جماعة؟ العصر. وانتم عارفين النهي مر معانا عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. فقالت مرة كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى ركعتين بعد صلاة العصر، بعد العصر يعني بعد صلاة العصر. فسألت فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر، السنة اللي كان بيصليها بعد الظهر شغل عنها. وسبب شغله أنه أتاه وفد عبد القيس، وقيل أتاه مال ليقسمه بين الناس، وجو وفد عبد القيس وكان بيناتهم في أمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقضيها ويحلها لهم من بعد الظهر، من صلى الظهر حتى ما شغل عن الركعتين السنة بعد الظهر. وده قالوا فيه من الفوائد، إذا تعارضت المصالح أو مصلحتان عليا وصغرى تقدم شنو؟ العليا. ما هو لو صلى فلمنه؟ لنفسي. لكن لو قضى أمر المسلمين ده شنو للمسلمين؟ من هنا قال العلماء فالنفع المتعدي أجره أعظم وثوابه أكثر من النفع الذاتي. فلو تعارض عندك مصلحتين، مصلحة فيها نفع للمسلمين ومصلحة حقتك براك، بس حقتك براك حتى لو عبادة، وديك عبادة فيها صلح بين المسلمين، فيها أمر يخص الإسلام، الدعوة، دعوة التوحيد، ده أعظم، تقدم المصلحة العليا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الركعتين وهي سنة ليقدم المصلحة الأعلى، الإصلاح بين هذا الوفد وفد عبد القيس أو إدارة شؤونهم. قال فصليتها الآن، يعني بعد العصر، يعني كانت قضاء للسنة التي كان يواظب عليها بعد الظهر. فقلت أفنقضيها إذا فاتتا، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. ومن هنا قال أكثر علمائنا رحمهم الله هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا فاتتك النافلة ما تقضيها، لأنه ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا فات وقتها، إلا بعض الاستثناءات، منها الوتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره بالليل فليصليه وقت ما ذكره، أي بالنهار. وما بتصلي وتر، بيصلي شفع. لو كنت بتوتر بالليل بثلاثة طوال، يعني يوم نمت، بالنهار تصليها كم؟ أربعة. لو كنت بتوتر بخمسة بالنهار تصليها كم؟ ستة. لو بسبعة بالنهار تصليها ثمانية، وهكذا وهكذا. كذلك الرغيبة، إذا فاتتك بعد الأذان الثاني وده وقتها الصحيح وده أصل وقتها، تصليها بعد شنو؟ صلاة الصبح أو بعد شروق الشمس. واختلفوا بعض العلماء في أقوال لبعض العلماء، قالوا معناته يجوز التنفل بعد العصر، والصحيح أنه ما يجوز، وأن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. نعم.